قبل بس ما استقبل اولى الفقرات، عايز اقول لحضراتكم حاجه مهمه جدا. يعني التزام. يعني الالتزام يعني ايه؟ يعني عندما يتم وضع جدول لمباريات النادي الاهلي، النادي الاهلي التزم بالجدول ده وهيلعب الجدول ده. طالما هو اتفق على كده مع اتحاد كره القدم، وطالما وافق على كده، وطالما الاتحاد بعت له من بدري. خلاص؟ طيب هو النادي الاهلي جاي امتى؟ النادي الاهلي لسه هيجي بكره الفجر، اللي هو الاثنين الفجر، يعني فجر الاثنين هيوصلوا الساعه ان شاء الله بالسلامه 5-6 الصبح. طيب النادي الاهلي المباراه القادمه امتى؟ يوم الاربعاء. يوم الاربعاء عندنا ماتش مع سموحه. طيب النادي الاهلي اعترض؟ النادي الاهلي قال يا جماعه انا عندي ماتش مهم، يا جماعه انا عندي سفر ولسه جاي من السفر، اجلوا لي الماتش ده شويه. لا، طالما هناك جدول انا ملتزم بيه، لو جيت قبل المباراه بساعه هروح العب. هو ده اللي النادي الاهلي. سموحه شوف مريح بقاله قد ايه، طبعا حقه، انا ما عنديش مشكله عشان ما بيلعبش في البطوله الافريقيه، مش بتكلم على سموحه تحديدا، يعني انا بتكلم ان النادي الاهلي ملتزم بالجدول، الجدول اللي حضرتك كلجنه خماسيه حطيته وبعته رسمي للنادي الاهلي، فما عنديش مشكله. النادي الاهلي هيجي بكره فجر الاثنين، ولاعيبته هتريح وتخش معسكر الثلاث عشان تلعب الاربع. هو ده الالتزام، هو ده اللي دايما بنحاول نعلمه لكل جمهور النادي الاهلي. انا ماليش دعوه بحد تاني، لكن انا هتكلم على جمهور النادي الاهلي، بنعلمه للناس كلها الحقيقه، ان الالتزام طالما الناس بعت لك جواب رسمي مضيت عليه ما عنديش مشكله. انا هاجي يوم الفجر الاثنين والعب يوم الاربعاء، وبعد كده هلعب السبت، وبعد كده هلعب المباراه اللي بعدها في وقتها، طالما انا ايه؟ ملتزم بجدول ترتيب المباريات اللي حضرتك بعتهولي وانا وافقت عليه.